هادي واعر هادي. قال لك اسيدي واحد المرأة عجوزة عندها واحد الكيس في يديها وطلعت للطاكسي وركبت مور الشيفور. ايوا مين زاد بها الشيفور بدات كتمدلو في اللوز تيدير فمو ياكل ويقول الله يخلف عليك الحاجة بارك الله فيك. ايوا شوية شوية كتمدلو في اللوز تيدير فمو اللوز ياكلو ويقول الله يخلف عليك الحاجة بارك الله فيك. الطريق كله هي كتمدلو في اللوز. يوم يوصل بها للبلاصه اللي غتنزل فيها دار لعندها وقال لها الحاجة واسمح لي نسولك انت يا ميما قداش على اللوز علاش شاريه؟ قالت له وليدي انا هاد الكيس عامر عندي غير بالشوكولاط وهاد اللوز راه في وسط الشوكولاط وميمتك ما عندها سنان. قالت له وليدي كان مص انا الشوكولاط وانت كان مدلك اللوز. واحد سيدي المدة ديال شي 20 سنة هو مزوج وعندو شي 8 ديال الوليدات كلهم زوينين وكل شي بخير وعلى خير إلا واحد في داك 8 اللون ديالو صمر. إوا داك الراجل شاك بداك الولد ماشي ولدو وكل مرة كيقول نخبر المرا وما كيقدش كل مرة كيبغي يخبرها وما كيقدش. إوا واحد المرة سيدي داك مرتو طاحت على فراش الموت إوا قال هادي هي الفرصة أنني نخبرها قبل ما تموت ولكن ما قدرش. إوا شافت فيه ديك مرتو وقالت له راجلي راني بغيت نخبرك بشي حقيقة. قال ليها ياك ما على الوليد اللي سميمر. قالت له لا أنا نضر لك على 7 الأخرين. إوا دعواتكم يا أخوتي لواحد صاحبي مسكين قال لمراتو راني مسافر في الطياره لاحدى الدول وديك الطياره اللي كان مسافر فيها تحطمت وماتوا داك الناس اللي فيها كلهم غتقول شي واحد نجا هو بقى حاصل مع مراتو الثانيه لم يقدر ان يعود الى الحياه. هذا واحد الطفل صغير شاف امو حامله قال ليها ماما شكون هذا اللي في كرشك؟ قالت لي هذا راه خوك صغير. ايوا قال لي هذا خويا الصغير كتبغيه؟ قالت له بطبيعة الحال كنبغيه كما كنبغيك انت تنبغيه حتى هو. هو يبدا يبكي. قالت له علاش كتبكي؟ قال ليها مين تتبغيه علاش كليتيه؟ هادي واعره هادي زوينه. واحد المرأة سيدي جات مأخرة في الليل من الخدمة ودخلت لدارها ما لقات حتى واحد في الدار. حليت سيدي بيت النعاس وهي تلقى شي 4 الرجلين تيتحركوا مغطيين بالمانطا. ايوا السيدة ما صبرتش شدت واحد العصا وبدات كتخبط بدات هي كتخبط في ما جات الدقة كتنزل تاعيات وجهها العطش وهي تمشي للكوزينة تشرب وهي تلقى راجلها جالس في الكوزينة في واحد الكرسي وكيقرا في المجلة. مي شافها قال لها جيتي؟ ايوا راه جا باك امك عندنا وجاو عيانين مساكن وبقاو فيا وقلت لهم غير سيروا البيت النعاس وارتاحوا شويه. مشيتي سلمتي عليهم ولا مازال؟ ويا تسخف راه مازال في غيبوبه لدابا. الانسان ما يبقاش يتسرع بنادم ديما خصو يتحكم في الاعصاب ديالو. واحد الجارة سيدي هابطة في الدروج وهي تلقى ولد الجيران كيبكي في الدروج. قالت له ياك لاباس مالك تتبكي؟ قال لي راه بابا باغي يزوجني وانا ما عارف والو. ايوا قالت له بلا ما تبكي يلا هاجي معايا نعلمك. ايوا علمات ودارت فيه الخير. ايوا لغدا عاوتاني هابطة في الدروج وهي تلقاه كيبكي في الدروج. قالت له مالك عاوتاني مالك كتبكي في الدروج؟ قال لي راني نسيت